اليوم الأول يوم البوش، مجموعة التمارين بتاعت يوم البوش بارت 1. القدم بتاعتنا بتبقى ثابتة على الأرض علشان بتساعدنا أثناء التمرين. بضم لوحين الكتف على بعض قبل ما أبدأ أرفع البار. زي ما احنا شايفين يبقى فوق عينينا بالظبط، أبقى أنا شايف البار بعناية. قبضة إيدي تكون بنفس الطريقة، صباعي ده لبرة كده علشان يكون شايل البار علشان ما يقعش عليا لا قدر الله. البار بيكون فيه مجموعة علامات، علامة ضيقة خالص وعلامة واسعة على الآخر وعلامة في المنتصف. أنا هحاول أمسك في المنتصف علشان يحقق معايا مبدأ المدى الحركي اللي هنشوفه ده. في العادي ما ببقاش محتاج انزل اكتر من كده، لو قدرت انزل اكتر من كده بنزل، ما قدرتش يبقى ملوش لازمة ان انا انزل اكتر من كده. الوزن بيكون على رجلي كده وبرفعه زي ما انا رفعت الوزن علشان خاطر ما يأثرش على اكتافي، يبقى رجلي بتساعدني في ان انا ارفع الوزن. بنزل بنفس الزاوية واطلع بنفس المدى، هنزل على صدري بنفس زاوية القبضة اللي انا عاملها واطلع على نفس المدى. الكرسي يكون بنفس الزاوية، ما يبقاش زاوية 90 علشان اقدر احقق ان انا يكون زاويتي كده في التمرين. اطلع برضو بنفس زاوية القبضة بتاعتي وانزل واطلع بنفس الشكل، انزل جنب ودني كده واطلع على نفس زاوية الكرسي، بس القبضة بتكون مختلفة. كوعي زي ما انا شايف كده بطلع وانزل بنفس الزاوية، بخلي الحبل في زاوية اقدر اطلع منها كده بالشكل ده وابدأ الف جسمي، ارفع فوق افتح ايديا من فوق وانزل اعمل استريتش تحت، حاول اثبت شوية واطلع تاني فوق افتح ايديا من فوق. اي تمرين دراعي بيتفرد فيه للاخر بحاول انا مخليش كوعي يتفرد للاخر. بقعد على البنج بنفس الشكل، كوعي جنب جسمي جنب جسمي، وابدأ افرد وانزل افرد وانزل. كوعي ما يبقاش بعيد ولا تحت ولا فوق، هو كده بالظبط جنب الجسم.